الاخبار عام 2014، الا انه يمكن زياده هذا الرقم اخذا في الاعتبار الفرص الوفيره في مجال التجاره والاثمار لدى الجانبين. فخامه الرئيس، تعلمون التحديات والازمات الخطيره التي تحدق بالمنطقه، مما يجعل الدول العربيه تتطلع دائما الى مزيد من الدعم من الاصدقاء الصينيين، وخاصه فيما يتعلق بالقضيه الفلسطينيه التي هي قضية المحورية المركزية بالنسبة للدول العربية. جميع الدول العربية فخامة الرئيس تقدر للصين مواقفها الثابتة والمستمرة لدعم القضية الفلسطينية، آملين أن نرى دائما تضافرا للجهود الإقليمية والدولية من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. كما نتطلع فخامة الرئيس إلى مزيد من الدعم الصيني للعمل على إيجاد حلول فعالة من خلال مجلس الأمن للأزمات العربية وأبرزها الأزمة السورية والأزمة اليمنية والوضع في ليبيا، فضلا عن تفشي مظاهرة الإرهاب التي تعتبر آفة العصر والتي تزكيها تدخلات أجنبية وإقليمية مما يؤثر سلبا على الاستقرار الإقليمي. فخامة الرئيس، أود أن أذكر الاقتراحات الهامة التي طرحتموها في كلماتكم في افتتاح الدورة السادسة للاجتماع الوزاري للمنتدى العربي الصيني في بيجين عام 2014 بشأن التعاون المستقبلي بين الجانبين. وكما قلتم فخامة الرئيس في كلماتكم، خير القول ما صدق الفعل، وقد صدقتم في وعودكم فخامة الرئيس، حيث تم خلال الفترة الماضية إبرام عدد من الاتفاقات الهامة لتعزيز التعاون في العديد من المجالات الحيوية بين الصين والدول العربية. في الختام فخامة الرئيس، أجدد الترحيب بكم في مقر جامعة الدول العربية، مؤكدا أن هذه الزيارة ستسطر لمرحلة جديدة من التعاون الوثيق بين العالم العربي. أصحاب السعادة، سفراء الدول العربية وأصحاب معالي الوزراء، السيدات والسادة والأصدقاء، يسعدني كثيرا أن ألتقي مع أصدقائي العرب. تعد هذه الزيارة أولى من نوعها إلى العالم العربي بعد توليت رئاسة جمهورية الصين الشعبية. وفي البداية يجب لي باسم الصين حكومة وشعبا وبأصالتي عن نفسي أن أتقدم بفائق احترام وأطيب التمنيات إلى جميع البلدان العربية والشعوب العربية. قول الصيني مأثور إن الصديق العزيز هو ما يتطلع إليه قبل الزيارة ويشتاق إليه بعد الزيارة. وعلى أراضي العربية أنا وزملاء نحس نوعا من التقارب والمحبة، وهو جاء متراكما بعد تبادلات تجاوزت حواجز المكان والزمان بين أمتين الصينية والعربية خلال معاملات الأمينة والمصاحبة المخلصة على طريق الحرير القديم والمشاركة في سراء وضراء في نضال من أجل استقلال وطني وتضامن وتساند في مسيرة بناء الوطن. وهو ثقة ثابتة لا تنكسر ولا تكسب بالمال.
السيدات والسادة والأصدقاء، إن الشرق الأوسط أرض خصبة، ولكنها لم تتخلص من ويلات الحرب والصراع حتى اليوم. هذا يؤلمنا، بل ويجعلنا أن نتساءل إلى أين تتجه هذه المنطقة. هذا هو السؤال عن الشرق الأوسط الذي يفرض نفسه أمام العالم بين حين والآخر، وينتظر جوابه في ظل تطلعات شعوب المنطقة إلى تقليل الصراعات والمعاناة وتعزيز الأمان والكرامة. قال الشاعر العربي: عندما تواجه الشمس سترى الأمن. بالتأكيد فالأمل موجود في الشرق الأوسط، فقط يتطلب الجهود من مختلف الأطراف لبحثه وتجديده في طريق الحوار والتنمية. المفتاح لتسوية الخلافات تكمن في تعزيز الحوار. لا تحل المشاكل بلغة قوة، ولا يدوم الأمن بعقلية محصلة صفرية. رغم أن طريق الحوار قد يكون طويلا وحتى يشوبه تراجع، غير أن تداعياته أقل ونتيجته أكثر ديمومة. يجب على مختلف الأطراف المتنازعة إطلاق حوار لإيجاد قاسم المشترك الأكبر، وتركيز الجهود على دفع حل السياسي. ويجب على المجتمع الدولي احترام الإرادة والدور لأصحاب الشأن والدول المجاورة والمنظمات الإقليمية، بدلا من فرض حلول من الخارج، بل ويتحلى بأكبر قدر من الصبر ويفسح أكبر قدر من المجال للحوار. المفتاح لفك المعضلة يكمن في تسريع عجلة التنمية. إن جميع الأسباب التي أدت إلى الاضطرابات والتوترات الحالية في الشرق الأوسط ترتبط في الأساس بالتنمية، فلا مفر من احتوائها إلا من باب التنمية في نهاية المطاف. إن التنمية قضية حياة وكرامة للشعوب، وهي سباق مع الزمان والصراع بين الأمل واليأس. إن تحقيق كرامة والحرية للشباب من خلال تطويرهم وتنميتهم هو الطريق الوحيد لأن ينتصر الأمل على اليأس في عقولهم، وأن يستبعدوا طوعا عن أعمال العنف وموجات التطرف والإرهاب في سلوكهم. مفتاح الخيار يكمن في تطابق الطريق مع خصوصيات الوطنية، ليست عملية تحديث سؤالا بجواب واحد فقط. إن الطابع التنوعي للتاريخ يحدد من الطابع التعددي للطرق التي تختارها مختلف البلدان لتحقيق التنمية. كما يقول المثل العربي: ما حك جلدك مثل ظفرك. إن الاستنساخ طريق مسدود، والمحاكاة أسلوب مضلل، والخطوات على الأرض هي وحدها نبضة القلب في مسيرة تلامس نمط التنمية. والطريق الذي تتبعه الدولة يتحدد فقط بوراثتها التاريخية وتقاليدها الثقافية ومستواها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. السيدات والسادة والأصدقاء، تعد جامعة الدول العربية رمزا لوحدة الدول العربية وتضامنها، وإن الحفاظ على حقوق والمصالح الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني رسالة مشرفة تتحملها الجامعة العربية، كما هي مسؤولية مشتركة تفرض على عاتق المجتمع الدولي ككل. لا يجوز تهميش قضية فلسطينية ناحيك عن وضعها في زاوية منزية.
国际社会定分指针， 既要推动复谈， 落实合约，也要主动道歉，伸张正义，二者不能。إذ بدون العدل والعدالة لن تؤدي أي اتفاقية لسلام إلا إلى سلام بارد حتى ولو كان قادرا على تحقيق ذلك. يجب على المجتمع الدولي الوقوف إلى جانب الحق والعدالة وتعويض الظلم التاريخي بأسرع وقت ما ممكن. ووجه ندائي في هذا المقام إلى المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات أقوى لتفعيل عملية مفاوضات السلام السياسية وتدعيم عملية إعادة الإعمار اقتصاديا، بما يمكن الشعب الفلسطيني من رؤية نور الأمل في يوم مبكر. تدعم. شكرا. شكرا. 中国坚定支持中东和平进程，支持建立非常任的政府的首都，以东耶路撒冷为首都，享有完全权的巴勒斯坦国。我们理解巴勒斯坦，可吗？那么，我们理解巴勒斯坦，以国家身份融入国际社会的正当诉求，以及正当诉求，支持建立新的 إقامة آليات جديدة لإحلال السلام في الشرق الأوسط، كما ندعم الجهود المبذولة من قبل جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي في هذا الصدد، ولأجل تحسين معيشة الشعب الفلسطيني، فقد قررت الحكومة الصينية تقديم مساعدات نزيهة قيمتها 50 مليون يوان صيني إلى جانب فلسطيني، مع تقديم دعم لمشروع محطة الكهرباء الشمسية في فلسطين. إن الوضع في سوريا غير قابل للاستمرار، فلا رابح في الصراع، والشعب هو متضرر الأول والأخير. إن الأولوية الملحة لتسوية قضية الساخنة هي وقف إطلاق النار، والطريق الأساسي لها هو الحوار السياسي، وذلك تزامنا مع سرعة إطلاق عمل إغاثة إنسانية التي لا تحتمل أي تأجيل أو تأخير. وفي هذا الإطار سيقدم جانب الصين هذا العام مساعدة إنسانية جديدة إلى الشعوب السورية والأردنية واللبنانية والليبية واليمنية بقيمة 230 مليون يوان صيني. السيدات والسادة والأصدقاء، في يونيو عام 2014 طرحت في اجتماع وزاري لمنتدى التعاون الصيني العربي المعقد في بكين فكرة تشارك الصيني العربي في بناء حزام وطريق، بحيث يتم تشكيل معادلة التعاون 1+2+3 المتمثلة في اتخاذ مجال الطاقة كالنحو والرئيسي والمجالين البنية التحتية وتسهيل التجارة والاستثمارات كجناحين وثلاثة مجالات ذات تكنولوجيا متقدمة تشمل الطاقة النووية والفضاء والأقمار الصناعية والطاقة الجديدة كنقاط اختراق. وجد هذا الطرح صدى كبيرا من أصدقاء العرب، وحققنا الآن حصادا مبكرا في مجالات أثرية. التخطيط الأعلى المتزايد النضوج، تم إنشاء آلة حوار سياسي استراتيجي بين الصين ودول العربية، وإقامة علاقات شراكة استراتيجية بين الصين وثمانية دول العربية، وتم التوصل إلى اتفاقية تشارك في بناء حزام وطريق بين الصين وستة دول العربية، كما انضمت 7 دول عربية إلى بنك آسيوي لاستثمار في البنية التحتية كدول أعضاء مؤسسة. التعاون العملي المفعم بالحيوية. أصبحت الصين ثاني أكبر شريك تجاري للعالم العربي، وتم إبرام عقود مقاولات جديدة بين الصين والدول العربية بقيمة 46.4 مليار دولار.
وأسس أنفت المفاوضات خاصة بإنشاء منطقة التجارة الحرة بين الصين ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، وحققت تقدما ملموسا، وأقيمت مركزان لمقاصة العملة الصينية في الدول العربية، وتم تشكيل صندوقين لاستثمار مشترك بين جانبي الصيني والعربي، وكذلك بالإضافة إلى افتتاح رسمي لمركز الصيني العربي للميكروتكنولوجيا، واتفاق جانبين على إنشاء مركز تأهيل استخدام سلم للطاقة النووية ومركز تدريب للطاقة النظيفة وتشغيل منظومة بيدو للملاحة عبر أقمار الصناعية في الدول العربية. وخلال الدورة الثانية لمعرض الإكسبو الصيني العربي، تم التوقيع على مشروعات بقيمة 183 مليار يوان صيني، بحيث أصبح المعرض إطارا مهما لتشارك الصين العربي في بناء الحزام والتاريخ. التبادل الإنساني والثقافي ثري ومتنوع. قمنا بإقامة فعاليات في إطار سنة الصداقة الصينية العربية، والتوقيع على أول اتفاقية بشأن بناء جامعة مشتركة، وأطلقنا تعاون بين 100 مؤسسة الصينية ونظيراتها العربية. هذا وقد تجاوز عدد الطلاب العرب الموجودين في الصين 14,000 شخص، وازداد عدد معاهد كونفوشيوس في الدول العربية إلى 11 معهدا، وتكثفت الرحلات الجوية بين جانبين ليبلغ عددها 183 رحلة كل أسبوع. السيدات والسادة والأصدقاء، تلتزم الصين بطريق التنمية السلمية وسياسة الخارجية السلمية المستقلة واستراتيجية انفتاح القائمة على التنافع والتراح، وأهم ركائز ذلك يتمثل في المشاركة الحثيثة في الحوكمة العالمية وصياغة معادلة التعاون المتبادل المنفعة، وإدخال بالالتزامات والمسؤوليات الدولية، وتوسيع دائرة المصالح المشتركة مع دول العالم، وتشكيل مجتمع موحد بمصير موحد للبشرية جمعاء. يتعين علينا أن نتمسك بالمرحلة الحاسمة في السنوات الخمس القادمة للتشارك في بناء حزام وطريق، وتحديد مفهوم عمل يتسم بأهمية السلام والإبداع والريادة والحوكمة والتماسك، بحيث نكون بانين للسلام في الشرق الأوسط ودافعين لتنميتها ومساهمين في تطوير صناعتها وداعمين لتثبيت استقرارها والشركاء في تعزيز تفاهم شعوبها. يحرص جانب الصين على المشاركة في الدول العربية لمباشرة التحركات لبناء الحزام والطريق وإيجاد تقاطعات ومشتركات أكثر لأمتين الصينية والعربية في مسيرتهما لتحقيق النهضة. أولا، على راية السلام والحوار ومباشرة أعمال تعزز الاستقرار. إن هدفا من أهداف حزام وطريق هو تواصل من أجل التقارب ولا التباعد بين مختلف الأعراق والحضارات، ويجب تفكيك الحواجز بدلا من تشييدها، وتفضيل الحوار كالقاعدة الذهبية حتى يكون الجميع جيرانا يتبادلون ويتواصلون. قال فيلسوف الصين القديم الكبير مونسيوس: إن الحكيم موطنه صحيح وطريقه مستقيم. فتلتزم الصين بتحديد سياستها واتخاذ إجراءاتها تجاه الشرق الأوسط بناء على حقائق عن قضاياها ذاتها، وانطلاقا من المصالح الأساسية للشعوب المنطقة. نعمل على النصح بتصالح والحث على تفاوض
搞势力范围，而是推动大家一起加入“一带一路”朋友圈。不谋求填补真空，而是编织互利共赢的合作伙伴网络。中国人有穷极通窘的哲学。阿拉伯人也说没有不变的常态。我们尊重阿拉伯国家的变革诉求，支持阿拉伯国家自主探索发展道路，处理好改革发展稳定关系十分重要。这就好比阿拉伯喜闻乐见的赛骆驼，前半程跑得太快，后半程就可能体力透支，前半程跑得太慢，后半程又可能跟不上。骑手啊，只有平衡好速度和耐力，才能够坚持到最后。恐怖主义和极端思潮泛滥，是对和平与发展的严峻的考验。打击恐怖主义和极端势力需要凝聚共识。恐怖主义不分国界，也没有好坏之分。反恐不能搞双重标准。同样，也不能把恐怖主义同特定的民族宗教挂钩，那样只会制造民族宗教隔阂。没有哪一项政策能够单独完全奏效。反恐必须坚持综合施策，标本兼治。为此，中方将建立中阿改革发展研究中心。在中阿合作论坛框架内，召开文明对话与去极端化圆桌会议，组织100名宗教界知名人士护法，加强中阿网络安全合作，切断暴力恐怖音视频网络传播渠道，共同参与制定网络空间国际反恐公约，提供3亿美元援助用于执法合作、警察培训等项目，帮助地区国家加强维护稳定能力建设。第二，推进结构调整，开展创新合作项目。日趋激烈的国际发展竞争需要我们提高合作档次，要推进油气加合作新模式，挖掘合作新潜力。中方愿同阿方加强上中下游全产业链合作，续签长期购油协议，构建互惠互利、安全可靠、长期友好的中阿能源战略合作关系。要创新贸易和投资机制，拓展合作新空间。中国对外投资引进快车道，
هذا وقد دخلت الصين إلى مسار سريع الاستثمار في الخارج، وتمتلك الدول العربية صناديق سيادية قوية، أمر الذي يتيح لنا أن نبرم مزيدا من الاتفاقيات بشأن تبادل العملات والتصفيات، ونوسع حجم التسويات التجارية بعملة صينية، ونسرع عملية تسهيل الاستثمار، بالإضافة إلى دفع صناديق استثمارية وأموال اجتماعية لدى الجانبين لمشاركة في مشروعات ذات أولوية في إطار حزام وطريق. كان يجب على الجانبين تعزيز التعاون في مجال تكنولوجيا جديدة ومتقدمة، وإضافة قوة جديدة للتعاون، ورفع قيم التعاون العملي بين الصين والدول العربية من خلال الاستفادة من المراكز القائمة لنقل التكنولوجيا والتدريب لتسريع عملية نفاذ تكنولوجيا متقدمة التي تشمل قطار فائق السرعة والطاقة النووية والفضاء والطاقة الجديدة والهندسة الوراثية وغيرها. وعلى هذا الأساس سيباشر جانب الصيني أعمال التعاون المبدع حرصا منه على بذل جهود مشترك مع الجانب العربي لبحث مختلف أنواع التعاون الحزمة، يشمل النفط والمشروعات وتمديد سلسلات التعاون التقليدي في مجال النفط والخاص من خلال التعاون في تطوير الطاقة الجديدة ومتجددة. وسيشارك الجانب الصيني في بناء حدائق صناعية في منطقة الشرق الأوسط مع التركيز على الدفع ببناء منطقة السويس للتعاون الاقتصادي والتجاري وتحقيق حلقة انتاجية متكاملة وموحدة من التصنيع والإنتاج إلى النقل والتصدير، وذلك خلال أساليب متنوعة مثل تأهيل موظفين وتخطيط مشترك والتعاون في بناء المصانع. كما سيطلق الجانب الصيني خطى شراكة تكنولوجيا علمية صينية العربية التي سيتم إنشاء في إطارها 10 مختبرات مشتركة في مجالات الزراعة الحديثة ومعلومات واتصالات وحصة ديموغرافية وغيرها. كما سيعقد ملتقى الصين العربي للتعاون في منظومة بيدو. ثالثا، اتخاذ إجراءات لتحقيق الالتحاق في مجال الطاقة الإنتاجية من أجل إسراع بوتيرة عملية صناعية في الشرق الأوسط. الطاقة الإنتاجية يتماشى مع التيار السائد في دول الشرق الأوسط التي تسعى إلى تمويع الاقتصاد، فيتيح لها إيجاد طريق جديد والاقتصاد الأخضر يراعي اهتمامات الشعب لعملية صناعية. تتميز الصين بمعاداتها ذات جودة عالية وأسعار منخفضة وحرصها على النقل التكنولوجي وتدريب الكفاءة وتقديم دعم القوي للتمويل، وذلك يساعد على إنشاء قطاعات الصلب والحديد ومعادن غير حديدية ومواد البناء والزجاج وصناعة السيارات ومحطات توليد الكهرباء وغيرها من القطاعات المطلوبة عاجلا في دول الشرق الأوسط بتكلفة أقل. بما يسد نقص قطاعي ويخلق مزايا نسبية جديدة، ومن خلال ارتباط الطاقة الإنتاجية الصينية المتفوقة بموارد بشرية في الشرق الأوسط ستتوفر فرص عمل أكثر وأفضل. صباح اليوم شاركت في مراسم مرافع ستار لمرحلة ثانية لمنطقة السويس للتعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين ومصر، التي ستستقطب أكثر من 100 شركة عاملة في مجالات خزف النسيج وملابس جاهزة ومعدات نفطية والدراجات النارية والطاقة الشمسية وغيرها، وبالتالي توفر أكثر من 10,000 فرصة عمل لمصر. من أجل تعزيز العملية الصناعية في الشرق الأوسط، ستتخذ الصين بالتعاون مع الدول العربية إجراءات لتحقيق الالتحاق في مجال الطاقة الإنتاجية، بما في ذلك تخصيص 150 مليون لدفع عملية صناعية في الشرق الأوسط بقيمة 15 مليار دولار تستخدم في مشاريع تعاونية مع دول المنطقة في مجالات الطاقة الإنتاجية والبنية التحتية، مع تقديم قروض تجارية قيمتها 10 مليارات دولار لدول الشرق الأوسط بقية دعم تعاون في الطاقة الإنتاجية.
提供100亿美元优惠性质贷款，并提高优惠贷款优惠度。同阿联酋、卡塔尔设立共计200亿美元共同投资基金，主要投资中东传统能源、基础设施建设、高端制造业等。第四，倡导文明交流互鉴，开展增进友好活动行动。文明具有多样性，就如同自然界物种的多样性一样，一同构成我们这个星球的生命本源。中东是人类古老文明的交汇之地，有着色彩斑斓的文明和文化多样性。中国将继续毫不动摇支持中东阿拉伯国家维护民族文化传统，反对一切针对特定民族宗教的歧视和偏见。中华文明与阿拉伯文明各成体系，各具特色，但都包含有人类发展进步所积淀的共同理念和共同追求，都重视中道、平和、中恕、宽容、自我约束等价值观。我们应该开展文明对话，倡导包容互鉴，一起挖掘民族文化传统中积极处世之道，同当今时代的共鸣点。一带一路延伸之处是人类交流聚集活跃之地，民心交融要绵绵用力，久久为功。昨天我会见了获得中阿友好杰出贡献奖的十位阿拉伯老朋友，正是有一代接一代的友好人士辛勤耕耘，中阿友好的大树才能枝繁叶茂，四季常新。为了让人才和思想在一带一路上流动起来，我们将实施增进友好100,000,000工程，包括落实丝路书香设想，开展100部中阿典籍互译，加强智库对接，邀请100名专家学者互法，提供1000个阿拉伯青年领袖培训名额，邀请1500名阿拉伯政党领导人来华考察，培育中阿友好的青年使者和政治领军人员，提供10,000个奖学金名额和10,000个培训名额，落实10,000名中阿艺术家互法。尊敬的秘书长、总理先生、各位部长、大使们、女士们、先生们、朋友们，埃及谚语说，比时间永恒的是金字塔。在我看来，最永恒的是埃及人民崇尚变革、追求自由的伟大精神。今天的埃及承载着
传承文明的希望，肩负着探索复兴道路的使命。中国坚定支持埃及政府和人民的努力，期待埃及成为地区稳定支柱和发展标杆。民族复兴的追梦路上，难免会经历曲折和痛苦，但只要路走对了，就不怕遥远。中国和阿拉伯国家要心手相连，并肩攀登，为深化中阿友好合作而努力，为人类和平与发展的崇高事业而共同奋斗。舒克拉，谢谢。إذن تابعنا معا هذه الكلمة لفخامة الرئيس الصيني شي جين بينغ في مقر جامعة الدول العربية. هذه الكلمة